بأنغام الأغنية الوطنية وبرفقة مطربها أيوب طارش عبسي. يحتفل اليمنيون هنا في مدينة إسطنبول التركية بذكرى ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. أطفال، نساء ورجال لم يمنعهم البعد والمسافات الفاصلة بينهم وبين بلادهم من إحياء ما يعتبرونها أحداثا غيرت مجرى التاريخ اليمني وحررت البلاد من الظلم والقهر الاجتماعي ومثلت حجر الزاوية لإعادة بناء وترميم الذات اليمنية واستقلال القرار الوطني. نحن اليوم في تركيا نحتفل بثورتي سبتمبر وأكتوبر. ثورة سبتمبر هي التي مهدت لثورة أكتوبر، ونحن الآن نحتفل فيهما هنا خارج الوطن، وإن شاء الله نحتفل قريبا بالثورتين الشمالية والجنوبية في اليمن قريبا. رسائل عديدة وجهها الحاضرون هنا أفادت أن البلاد تعاني اليوم من محاولة تجهيل بذاتها وحضارتها وهويتها الجامعة، معتبرين أن إحياء هذه الفعاليات هو السبيل الأكثر فاعلية في اتجاه تصحيح مسار الوعي الجماهيري. أن الجالية اليمنية في تركيا تحتفي هذا اليوم بهذه المناسبة العظيمة بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر لما تحمله هذه أو هاتان الثورتان من أهداف عظيمة لأبناء الشعب اليمني، ونحن في مسيرة تحقيق هذه الأهداف، بدأت بثورتي سبتمبر وأكتوبر وستنتهي بالانتصارات التي سيحققها اليمنيون في هذا التاريخ المعاصر، ويحقق بعد ذلك ويطبق بعد ذلك مخرجات الحوار الوطني ويبنوا دولة العدالة والشراكة والحكم الرشيد إن شاء الله. الفعالية الاحتفالية شهدت العديد من الفقرات والمقطوعات الفنية وكذا تكريم الفنان أيوب طارش أحد أبرز القامات الغنائية في اليمن الذي تنوع نشاطه الفني بين الغناء والعزف على آلة العود، بالإضافة إلى تنوع أغانيه بين الوطنية والرومانسية وانحيازها بشكل مباشر لكل ما هو إنساني. بعيدون عن الوطن قريبون من كل تفاصيله وأعياده، هكذا يظهر اليمنيون هنا في بلاد المهجر تركيا، وهكذا يحيون ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر اللتين مثلتا بداية للتحرر من الاستبداد واستقلال القرار الوطني. محمد عبد المغني لقناة بلقيس، إسطنبول.